تكفير السيئات والخطيئات رحمة من رب الأرض والسماوات. ما منا من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهنات والذنوب والمعاصي والخطيئات، ويحتاج كل امرئ منا أن يطهر نفسه من ذلك. قد قال علماؤنا: الذنوب أغزار والماء أطهار، أو العلماء أطهار. تأتي هذه الأطهار تنقي هذه الذنوب التي هي الأغزار. والإنسان في حله وترحاله يريد أن يرضي ربه، ولسان حاله في كل أحواله إن كان حقا يعلم الهدف والقضية التي من أجلها خلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن تعبده ولا تشرك به، أن يعبده ولا يشرك به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا أصل أصيل للإنسان المسلم الذي يسير إلى ربه جل في علاه، ويحتاج في كل حين وآن أن يقول بلسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى. والإنسان كما قلنا خلق مذنبا، وسيأتي الأدلة على ذلك. فما منا من أحد إلا وقد يقع في هذه الهنات، وقد يقع في السيئات ويتجاوز بالخطيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل علماء الأصول يقولون نص في العموم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يبقى إذن ما من أحد ينجو من مثل هذه الخطايا. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حسنه بعض العلماء: ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة. ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. وهذه ما من أحد أيضا ناكرة في السياق العموم، النفي تفيد العموم. كل أحد، ما من أحد إلا أخطأ أو هم بخطيئة، يعني وإن لم يخطئ هم بخطيئة، إلا يحيى بن زكريا. إلا يحيى بن زكريا. وأنت تعلم حديث الشفاعة الطويل، الناس اشتد الكرب وادلهم الخضب، ادلهم الخضب والشمس تدنو من الرؤوس، والجميع يغرقون في العرق، فيأتي الناس إلى آدم يستشعون به، يقول: نفسي نفسي، إني أذنبت ذنبا، أكلت من الشجرة، وما من نبي إلا وهو يثبت ذنبا قد وقع فيه، كما سيأتي ويقول: اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، إلى أن تأتي إلى عيسى وهو يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا ظاهر جدا في أن الجميع قد يقع في مثل هذه الخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل مؤمن ذنبا قد اعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنبا ليس بتاركه حتى يموت أو تقوم عليه الساعة. إن المؤمن خلق مذنبا مفتنا خطاء نساء، فإذا ذكر تذكر. هذا حديث في المنتخب من مسند عبد بن حميد، وأيضا في الطبراني قريب من ذلك. قال: إن لكل مؤمن ذنبا. شوف الحديث قف معه حتى لا تعلم أن أحدا يمشي على الأرض ملكا، أو تعلم أني ليس لي ذنوب، لي ذنوب ومعاصي كثيرة قد تبلغ إلى عنان السماء. نسأل الله أن يجنبنا الكبائر، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الصغائر، ولكن نسأل الله بعليها أن يجنبنا الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن لكل مؤمن، لكل، أريد الذوق الراقي عندما تنظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وحي كلام الله، تجد فيه بحور من الحكم والعلم. إن لكل، أو كل نص في العموم أيضا، إن لكل مؤمن، فأضاف على المؤمن، وهذه فيها دلالة واضحة جدا، مع أنه أذنب، مع أنه عصى، مع أنه قد أخطأ، مع أنه تجاوز، مع أنه قد استطال، ومع ذلك
لقبه بالمؤمن، مع ذلك وصفه بالإيمان. لذلك انت ترى، شوف الله تعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الثلاثة على جماهير المحققين من المفسرين، الثلاثة في الجنة، الثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، لكن تتفاوت درجاتهم في الجنة.